عملية برخان هي أطول وأكبر عملية عسكرية خارج الأراضي الفرنسية وأكثرها تكلفة منذ الحرب العالمية الثانية، وأطلقتها فرنسا في عام 2014 لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في الساحل الأفريقي. واعتمدت الإدارة الفرنسية لبرخان ميزانية تبلغ حوالي 600 مليون يورو سنوياً، وتم نشر حوالي 4000 جندي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وهدفت إلى دعم القوات المسلحة النظامية في الحرب ضد الجماعات التكفيرية المسلحة والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. ولكن قررت الحكومة الفرنسية إنهاءها في 9 نوفمبر من العام 2022 الميلادي، بعد فرض شعبي ورسمي متزايد للوجود الفرنسي من الكثير من دول المنطقة. من المعروف أن مكافحة جماعات التطرف والإرهاب بواسطة قوات خارجية عملية صعبة ومعقدة في التنفيذ على أرض الواقع، فالفرنسيون واجهوا مشكلة كبيرة في التأثير على المواطنين في مالي. وما يزيد الوضع تعقيداً أن مكافحة التطرف أحياناً ترتبط بالعنف ضد المدنيين، ففي عام 2021 أخطأت القوات الجوية الفرنسية في حفل زفاف في قرية بونتي المالية على أنه تجمع إرهابي، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 19 مدنياً، وهو ما أكدته بعثة الأمم المتحدة. وهذا الحادث هو مجرد واحد من العديد من الاتهامات بأن الغارات الجوية الفرنسية قتلت مدنيين. فشلت عملية برخان في القضاء على التهديد الإرهابي أو حل المشاكل الهيكلية التي تغذي عدم الاستقرار في منطقة الساحل لأسباب عدة، من بينها الأزمات السياسية والتوترات الاجتماعية والفقر والفساد. وأثارت عملية برخان عداءً متزايداً من السكان المحليين الذين ينظرون إليها على أنها تدخل استعماري جديد أو احتلال عسكري. أما على الجانب الفرنسي، فالجهود التي تبذلها فرنسا لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا لا تزال لا تحظى بشعبية بين الفرنسيين، وخاصة بسبب التكاليف النقدية وتشكك الفرنسيين في جدواها.